شتاء ساخن ربما سيشهده شمال شرق سوريا بدأت ملامحه تظهر بعد غارات مكثفة لطائرات F-16 على مواقع لميليشيات الأسد وقست في أرياف حلب والرقة والحسكة. عشرات القتلى والجرحى للميليشيات سقطوا بالغارات التركية التي جاءتهم على حين غرة دون سابق إنذار، فقد غابت التصريحات التركية المهددة لقسد هذه المرة، في حين ظهر تصريح مفاجئ للولايات المتحدة الأمريكية تنذر فيه رعاياها شمال شرق سوريا بقرب انطلاق عملية عسكرية قد تشكل خطرا على حياتهم. وما هي إلا ساعات قليلة حتى هاجمت طائرات F-16 ليلا عددا من المواقع. قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا: سنهجم ذات ليلة وبدون إنذار. فربما ذاك هو الموعد المقصود. من جانب آخر، صرحت ميليشيات قسد بأنها تلقت بلاغا من واشنطن بمعارضة الأخيرة لأي عملية تركية شرق سوريا. رافق ذلك هجمات استفزازية لتركيا مصدرها قسد باتجاه المناطق الحدودية التركية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الأتراك. فما تفسير التصريحات الأمريكية حول العملية التركية؟ هل هذا يعني أن تركيا أخذت ضوءا أخضر أمريكيا للهجوم؟ هل تتخلى واشنطن عن حليفتها قسد؟ وما هو موقف المحتل الروسي بعد قصف الطيران التركي للأراضي السورية وإيقاع قتلى في صفوف حلفائها؟ وهل ستبدأ تركيا بالفعل عملية عسكرية برية بعد القصف الجوي؟ وما هي المناطق المدرجة على لائحة الهجوم التركي المرتقب؟ أهلا بكم في برنامج بين السطور، نتابع هذا التقرير ونعود إليكم مجددا. المخلب السيف، تسمية أطلقتها تركيا على عملياتها العسكرية بقصف مواقع ميليشيات الأسد وقصد شمال شرق سوريا. ضربات جوية بطائرات F-16 التركية فاجأت الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية في أرياف حلب والرقة والحسكة، حيث جاء ذلك بعد أيام قليلة على اندلاع تفجيرات في مدينة اسطنبول التركية وجهت فيها أصابع الاتهام لميليشيا قسد. وترافق ذلك مع وعيد تركي بالانتقام سرعان ما ترجم على الأرض. بدت تركيا جادة هذه المرة بتجفيف مستنقعات الإرهاب بحسب وصفها لمن يتطاول على أمن بلادها، بخلاف التهديدات السابقة التي لطالما ذهبت أدراج الرياح بتصريحات رافضة لواشنطن لأي عملية تركية في سوريا، حيث استهدف سلاح الجو التركي عبر طائرات F-16 ما لا يقل عن 89 موقعا لميليشيا قسد والأسد في عين العرب وعين دقنة ومحيط عزاز، وكذلك عفرين ومارع ومطار منغ وغيرها من المواقع، مخلفا عشرات القتلى والجرحى. ومن جهتها ردت الميليشيات على الغارات الجوية باستهداف مواقع عسكرية للجيش التركي ومناطق مأهولة بالمدنيين في سوريا وتركيا. فقد طال قصف الميليشيا مدينة جرابلس وبلدة دابق ومحيط معبر باب السلامة وقاعدة عسكرية للجيش التركي في بلدة كفر جنبري في حلب الشمالية، في حين استهدفت الميليشيات بقذائف المدفعية الأحياء السكنية في قرية قرقميش ومخفرا تركيا حدوديا في ولاية كلس، ما تسبب بوقوع 3 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين والجنود الأتراك وعناصر الشرطة. كما وأكد الرئيس التركي أن العملية لن تقتصر على الغارات الجوية فحسب، لافتا إلى أن الدفاع التركي تجري نقاشات حول إمكانية شن عملية برية في شمال سوريا، ومنوها إلى أن روسيا لم تلتزم باتفاق سوتشي فيما يتعلق بإبعاد الإرهابيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أرياف إدلب واللاذقية قصفا جويا وأرضيا مكثفا من قبل الاحتلال الروسي والميليشيات التابعة لها، وكأنها تريد إيصال رسالة ما عبر استهدافها لمناطق المخيمات. فهل ستتبع تركيا قصفها بعملية برية؟ وهل تتخلى واشنطن عن حليفتها قسد عند المواجهة مع الأتراك؟
أهلا بكم. بداية أرحب بضيفي هنا في الاستديو معي، المحلل العسكري العقيد مصطفى البكور، وعبر الزوم أيضا أرحب بضيفي من الأردن المحلل العسكري والسياسي العميد الدكتور عبد الله الأسعد، مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية. أرحب بكما ضيفي. ربما أبدأ معك عقيد مصطفى، يعني كيف تفسر التصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول عملية عسكرية تركية مرتقبة شمال شرق سوريا وتحذير رعاياها في المنطقة، وذلك جاء بتصريح رسمي من قبل واشنطن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أستاذ قاسم ولأخي العميد الدكتور عبد الله من الأردن. الحقيقة بعد التفجير الإرهابي الذي طال مدينة إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين المدنيين وصدور نتائج التحقيقات الأولية التي تشير إلى تورط حزب البيكيكي في إشارة وفيها إشارة من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إلى وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء هذا الهجوم من خلال الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى حزب العمال الكردستاني، وأعلن وزير الخارجية عن شعور تركيا بالإحباط من تعاون الولايات المتحدة التي تقود حلف الناتو، التي تعتبر تركيا هي ثاني أكبر دولة ضمن حلف الناتو، تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع الميليشيات الكردية في سوريا. بعد كل ما جرى خلال الأيام الماضية أصبح الموقف التركي الآن أكثر قوة فيما يخص العملية العسكرية التركية التي تحدث عنها الأتراك سابقا منذ حوالي شهرين، وعارضتها الولايات المتحدة الأمريكية ومنعت حدوثها بسبب الموقف القوي التي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذه العملية. اليوم بعد الموقف التركي القوي من رفض تعزية وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في تركيا للمواطنين الأتراك، صرحت أمريكا حول إمكانية توجيه ضربات تركية على مواقع قسد وميليشيات البيكيكي، ونصحت مواطنيها بالابتعاد عن هذه المنطقة. نلاحظ من خلال هذه التصريحات أنها نصحت مواطنيها ولم تعلن بشكل مباشر وعلني عن معارضتها لأي عملية تركية أو استهداف من قبل القوات التركية لميليشيات قسد وميليشيات بيكيكي. هذا يوحي حقيقة يعني أنه ربما يكون هناك موافقة مبدئية أمريكية على عمليات محدودة تقوم بها تركيا للانتقام ممن قام بعملية التفجير في شارع تقسيم في مدينة إسطنبول، لكن حتى الآن يعني لم تتوضح الصورة بشكل جلي لمعرفة مدى التفاهمات التي حصلت بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا إحنا خلال يومين الماضيين قام الطيران التركي باستهداف عدد من مواقع حزب العمال الكردستاني كرد على تلك العملية، وتحدثت المصادر العسكرية التركية عن تدمير 89 هدف وتحييد أو قتل عدد لا بأس فيه من مسلحين حزب العمال الكردستاني وقسد. نعم، يعني هي عملية جوية واسعة. أيضا أردوغان صرح بأن العملية الجوية لن تتوقف إلى هذا الحد أو ربما تتوسع. هل هو تلميح من أردوغان لشن عملية عسكرية برية ربما؟ لا شك بأنه تصريح الرئيس أردوغان حول هذا الأمر أنا أعتقد أنه عبارة عن جس نبض لردود الأفعال التي يمكن أن تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا ومن قبل ومن نظام الأسد فيما لو فكر الجيش التركي أو قرر القيام بعملية برية باتجاه مناطق معينة أو يعني استعادة خطة العمل التي كانت مقررة منذ شهرين وتم إيقافها بسبب الموقف القوي للولايات المتحدة الأمريكية. تمام، وصلت الفكرة. سأعود إليك عقيد مصطفى. أنتقل إلى ضيفي من الأردن الدكتور عبد الله الأسعد، أرحب بك من جديد دكتور. يعني ما الذي استجد في الاتفاقيات الأمريكية التركية حتى بدأت الأخيرة باستخدام الطائرات الحربية لدك ميليشيا قسد والأسد أيضا؟ تحياتي لك ولسيادة العقيد مصطفى. حياك. وللسادة المشاهدين. يعني طبعا تركيا
لديها بنك أهداف كان قد تم تحميله سابقا وقطع أحداثيته بالكامل. وكما تفضل سيادة العقيد بأن الموقف القوي والمعارضة القوية السابقة لأمريكا يعني أجل هذه العملية، إلا أن طبعا يعني الجيش حتى يعني لم يعد إلى حالته القتالية العادية، بل أصبح يعني هناك دائما حالة ترقب شديد باتجاه المواقع الموجودة على طول الجبهات الكاملة على طول خط الاشتباك. ونتيجة الاستطلاع طبعا يعني وصلت القوات التركية إلا أن هناك يعني اتفاق وتفاهم كبير جدا بين أمريكا وبين نظام الأسد وبين روسيا وإيران بالكامل، يعني وما يتم العمل عليه من دائما من قصف ومن عمليات تفجير هي تتم بالتنسيق بين نظام الأسد وبين قوات قسد. لذلك يعني ليس يعني تفاهمات على النطاق الواسع إذا أردنا أن نسميها تفاهم أو اتفاق بين الأمريكان وبين الأتراك، أتوقع هو عبارة عن يعني عن تفاهم وليس تفاهم، عن تفاهم الأمريكي للموقف التركي نتيجة طبعا عمليات التخريب التي يقوم بها سواء كانت في مناطق درع الفرات أو غصن الزيتون، ويعني الشعرة التي قسمت بحر البعير، موضوع التفجير الذي حصل في شارع الاستقلال بتقسيم يعني هو كان طبعا يعني أكبر إشارة لبدء العملية العسكرية الجوية. لا شك بأن يعني الفترة التي مضت هي عبارة عن فترة استراحة لميليشيا قسد الذراع الإرهابي لبيكيكي من أجل أن يعني تأخذ نفسا، لكن هي لم تكن تدري ولا تعلم بأن التصريحات التي صرح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي ليست عبارة عن تصريحات إعلامية، عندما طبعا قال إنه العملية ستأتي في ليلة لم تكونوا تعرفونها، وبالفعل طبعا تمت العملية. ولكن اللافت للنظر بسقوط عناصر قتلى من نظام الأسد، هذا يدل على أن طبعا هناك قوات من نظام الأسد وباعتراف يعني وباعتراف قوات أو نظام الأسد بسقوط عدد من القتلى في صفوف عصابات الأسد. نعم، منذ فترة تم رصد تحركات لقوات الأسد تدخل إلى مواقع تحتلها قسد بالتنسيق وبإشراف القوات الروسية، تحريك عدد من الدبابات وراجمة الصواريخ تدخل من قبل قوات الأسد إلى نقاط استناد قوات قسد طبعا وبإشراف القوات الروسية، يعني عبارة عن تبديل عناصر تناوب من نظام أسد إلى جانب ميليشيا قسد وبالتنسيق معها. فلذلك هذا الموضوع يعني مثير للاهتمام بتنظيم التعاون وتنسيق الارتباط بين قوات قسد ونظام أسد. فلذلك يعني نريد أن نقول بأن رأس الأفعى موجود في دمشق وأذنابها موجودة في كوباني وموجودة في القامشلي وفي مقرات قيادة قسد التي تنتشر على طول خط الجبهة، وهذا يعني بأن قوات أسد أو القيادة التي يعني تشرف عليها قيادة نظام أسد علي مملوك ومجموعة من ضباطي وزير دفاعي ورئيس أركانه يعطون تعليمات قتال لقوات قسد، وهم طبعا يعني ليس هذا موضوع جديدا، وإنما تاريخ بيكيكي أو التي طبعا يعني تفرعت منها قسد ذراعها الجديد هي كل متكامل مع قوات نظام أسد بالتعليمات القتال وباتخاذ القرار وبكل ما يعني تقوم به من أعمال وخطط إرهابية ضد تركيا. نعم دكتور عبد الله، يعني أرجوك أن تبقى معي سأعود إليك، أنتقل مجددا إليك عقيد مصطفى. يعني عملية جوية واسعة النطاق وضرب عشرات الأهداف وأيضا قتلى وجرحى في صفوف قسد،
حلقت الطائرات التركية خلال هذه العملية في الأجواء السورية أيضا. ما هو موقف روسيا من هذه الضربات الجوية، وهل يعني ما مدى التواصل بين روسيا وتركيا حتى سمحت روسيا أو كيف سمحت لتركيا بتحليق طائرات حربية تابعة لسلاحها الجوي في الأراضي السورية؟ نعم، الملفت للانتباه أنه لم يصدر أي تصريح روسي حول قيام الطيران التركي بقصف مواقع. عذرا للمقاطعة أكيد مصطفى، ظهر التصريح باستهداف شمال سوريا بالقرب من معبر باب الهوى بغارات جوية مكثفة. نعم اليوم عمليا، أنا أقصد لم يصدر تصريح سياسي أو إعلامي. هذا يوحي بأن روسيا التي اليوم هي بحاجة ماسة إلى موقف تركيا إلى جانبها، كان في الحرب الأوكرانية أو بموضوع تصدير الحبوب عبر يعني جزيرة القرم وما بعدها، التي نحن نعلم أن تركيا هي ترعى الاتفاقات التي تتم بين روسيا وأوكرانيا حول موضوع تصدير الحبوب. روسيا بحاجة ماسة حاليا إلى تركيا. لا أعتقد بأن روسيا ترغب يعني إغضاب تركيا من خلال لا بتصريح سياسي ولا بموقف عسكري يمنع تركيا من تنفيذ مخططاتها في استهداف مواقع وقوات قسد وبيكيكي. الموقف الروسي يعني اليوم يختلف عما كان قبل شهرين. احنا لاحظنا قبل شهرين كيف قامت روسيا بتنسيق العلاقة ما بين قوات النظام الأسد وبين قوات قسد، وأدخلت بإشرافها وتحت رايتها وبسياراتها مجموعات من قوات النظام إلى المواقع التي بنتها قسد في الشمال السوري، ويعني أحدثت غرف عمليات متعاونة ما بين قوات النظام وقسد، وتشرف عليها القوات الروسية من أجل التصدي للقوات التركية أو من أجل قيامها كما تحدث أخي الدكتور عبد الله، إصدار أوامر قتال للقوات المتواجدة في تلك المنطقة من أجل استهداف المناطق المحررة واستهداف الداخل التركي. نعم، أنتقل مجددا إليك دكتور عبد الله. أو دكتور عبد الله، يعني كنت قد سألت ضيفي هنا معك في الاستديو العقيد مصطفى عن تصريحات أردوغان منذ عدة أيام بأن العملية الجوية لن تقتصر أو لن تتوقف عند هذا الحد، وربما هذه إشارة لربما شن عملية عسكرية. يعني سؤالي لك دكتور، هل ستتبع تركيا عمليات القصف أو تتبع عمليات القصف بعملية عسكرية ربما برية لتحرير مناطق من سيطرة ميليشيا قسد أو نظام الأسد؟ يعني استنادا للتكتيك العام، يعني العملية الهجومية الاستراتيجية طبعا تبدأ هي بالقصف الجوي الكثيف، ما تسمى الطلعة الجوية الكثيفة الأولى أثناء التمهيد الناري، ويرافقها تمهيد صاروخي ومدفعي. في الواقع نحن الآن لازلنا ضمن يعني المدة الزمنية للتمهيد المدفعي. من خلال تقدير الموقف يعني للقوات المعادية من الأحزاب الإرهابية معها ميليشيا أسد والمرتزقة الذين يقاتلون معهم، في الواقع أنا أعتقد بأن تركيا يعني قدرت موقف صحيح، إذ لم تستطيع إبعاد هؤلاء الإرهابيين حتى مسافة تنتفي فيها أو لم تعد تؤثر فيها الأسلحة غير المباشرة لقوات قسد على المناطق، يعني كما حدث قبل قليل باستهداف مدرسة في قرقميش في غازي عنتاب واستهداف معبر الحدودي واحتراق شاحنة هناك. طبعا إذا لم تستطيع أو إذا لم يعني تعمل القوات التركية إلى إبعاد الأحزاب الإرهابية إلى مسافة لا تقل عن 50 إلى 60 كيلومتر، سيبقى هذا خطرا يعني دائما على الأمن القومي التركي. طبعا يعني ليس جديدا في الواقع، هذا يعني الموضوع يحتاج إلى أبحاث وأبحاث كبيرة جدا. يعني لو نظرنا مثلا من هو الذي أنشأ المؤتمر التأسيس الأول للبيكيكي؟ حافظ الأسد في عام 1980 هو الذي دعا إلى المؤتمر التأسيس الأول. إذن نحن يجب أن نكون، أو إذا كنا على صواب يجب أن نقدر موقف قوات قسد مع قوات أسد الموجودة لديها، لأن لاحظنا عند التهديد قبل شهرين أو أكثر
عندما نوت تركيا بشن عملية عسكرية على منطقة الرفعت ومنخ وما حولها، يعني حشدت ميليشيا أسد قواتها إلى جانب قوات قسد الإجرامية من أجل أن تكون صفا واحدا وتقاتل جنبا إلى جنب إلى جانب قسد. لذلك عندما يقول الرئيس أردوغان بأن العملية لم تقتصر على العملية الجوية، لا زال الباب مفتوح كبير جدا، يعني احتمال قيام العملية البرية العسكرية 80% أن تشن هذه العملية، ولكن متى؟ بعد أن توقع خسائر وتبطل ما مقداره وتدمر ما مقداره حوالي من 50-60% من نقاط الاستناد لقوات قسد المدعومة من قبل أمريكا ومن قبل كل القوى الموجودة على الأرض السورية من إيرانيين وروس ومرتزقة وجدوا في تلك المنطقة. والآن يعني أخبار تقريبا تشير إلى أن حركة الموجبة التي يقودها أكرم الكعبي ومجموعة من الزينبيون والفاطميون هم الآن دخلوا إلى مواقع قسد ليكونوا إلى جانبها وغرفة عملية. طبعا الروس يعني تفضلت قبل قليل وسألت سيادة العقيد مصطفى عن موضوع الروس الذين لم يكن لهم يعني أي دور. لا بالتأكيد الروس الآن قصفوا صباحا بابسقا الموجودة في إدلب، وطبعا ست طلعات جوية قصف فيها مناطق في حلب. هي طبعا يعني دائما تهدي روسيا إلى اللجنة الدستورية، هنا يجب أن نذكرها. نعم. تهدي روسيا إلى اللجنة الدستورية قبل انعقادها قتل وتدمير في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي طبعا. وأضف إلى ذلك اليوم العملية العسكرية التي انطلقت يعني يوم أو فجر يوم الأحد. الروس هم طبعا يعني مستاؤون. لماذا مستاؤون؟ لأن غرفة العمليات التي تدير قسد واحدة طبعا من قبل الروس والإيرانيين ونظام أسد وكل المرتزقة الموجودين، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي اللامحدود، فهم يعتبرون بأن تركيا والجيش الوطني يعني طرف معادي لهم. لذلك لابد من اجتثاث هذا الحزب الإرهابي وكل نعم. ما يمت له. نعم يعني مرة ثانية أرجوك أن تبقى معي، سأناقش معك موضوع الاستهداف قسد الأراضي التركية، أرجوك أن تبقى مع الدكتور. أعود إليك مجددا عقيد مصطفى، يعني دائما ما كنا نتوقع للأسف الشديد الرد أي شاكلة بين الروس والأتراك أو أي عملية تشنها أو تقوم بها تركيا يكون الرد في الشمال السوري، ولاحظنا من عدة أيام قام الاحتلال الروسي بشن عدة غارات أو غارات مكثفة على الشمال السوري بصواريخ شديدة الانفجار، واستهدف النقطة صفر ربما بالقرب من معبر باب الهوى. لمن هذه الرسائل يعني، وما مدى التفاهمات التركية الروسية، ولماذا الرد يكون في الداخل في الشمال السوري؟ ما زلت أنا أقول يعني منذ بداية مسار أسيتانا أنه روسيا دائما تحاول الضغط على تركيا وعلى المجتمع الدولي وعلى الفصائل التي شاركت بمسار أسيتانا من خلال وسائلها العسكرية. المتابع للشأن السوري وما يحصل من خلال مسار أسيتانا نلاحظ أنه قبل لحظة الإعلان عن جولة جديدة من مسار أسيتانا تبدأ روسيا بالتصعيد، ارتكاب المجازر، قصف البنية التحتية في الشمال السوري المحرر، ربما تقصف مناطق قريبة من مناطق انتشار القوات التركية، النقاط التركية في مناطق مختلفة. وكل ذلك أعتقد أنه يندرج في إطار توجيه رسائل المعتادة في كل مرة إلى تركيا وإلى الفصائل أن المجازر مستمرة، التدمير مستمر، إذا لم تتنازلوا من خلال مسار أسيتانا عن بعض المواقف لصالح النظام أو لصالح روسيا. اليوم يعني القصف الروسي على منطقة باب الهوى وعلى منطقة بابسقة أعتقد أنه يندرج في هذا الإطار، أيضا يندرج في توجيه رسالة
إلى قسد أن يعني لن نتخلى عنكم، وها نحن نقصف عملاء تركيا كما يسمونهم وهي الفصائل الثورية. والمؤسف أن يعني المدنيين السوريين هم اللي يدفعون ثمن كل يعني تصفية الحسابات ما بين الدول، حيث تحولت سوريا منذ عدة سنوات إلى ساحة لتصفية الصراعات أو لإدارة الصراعات الدولية على حساب دماء السوريين وعلى حساب الأرض السورية. دكتور عبد الله، يعني كنت قد ختمت معك بموضوع استهداف قسد الأراضي التركية، يعني هذا الاستهداف برأيك يعني وأنت المطلع، هل جاء بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية، وهل هي قادرة بالفعل على مواجهة الهجمات التركية؟ ولاحظنا سقوط قتلى وجرحى إن كان من الجيش التركي أو الشرطة التركية أو حتى مدنيين. نعم بالتأكيد، يعني من أنشأ البنية التحتية لقسد هي أمريكا، يعني الكل يعرف بأن المطارات التي كانت هي مثل مطارات زراعية في أرميلان ووصولا إلى منبج وغيرها كانت عبارة عن مطارات لا تستقبل طائرات شحن كبيرة ولا غير ذلك. أمريكا قامت بتجهيز البنية التحتية من مطارات وطرقات لكي يعني تدعم قوات قسد التي شكلها علي مملوك، أحد يعني رجال حفظ بشار الأسد وحفظ الأسد أيضا، وطبعا يعني أراد أن يجعل منها عبارة عن كانتون أو كوريدور إرهابي موجود في المنطقة الشمالية المعادية لتركيا. في الواقع طبعا يعني أمريكا ليست بعيدة عن ذلك، أمريكا طبعا يعني لنتحدث نحن بشكل أوسع يعني بشكل استراتيجي أوسع بالتأكيد. طبعا يعني حلف الناتو طبعا في المادة الرابعة والخامسة من حلف الناتو، عندما تتعرض أي دولة من أعضاء حلف الناتو 30 يتم اجتماع الدعوة لاجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي ومناقشة هذا الاعتداء على هذه الدولة. طب يعني كم مرة تم تهديد الأمن القومي التركي، الدولة العضو الأكبر أو ثاني أكبر دولة في حلف الناتو؟ طبعا كثيرا، مرات عندما تم يعني استهداف أو تفجير بثلاثين شخص تركي، ومرة من لما استهدف الطيران أو مدفعية نظام أسد العناصر، ويعني عدة مرات طبعا ولم تنبت أمريكا ببنت شفا ولم تدعو إلى اجتماع لمؤازرة هذه الدولة التابعة لحلف الناتو. في الواقع عندما يعني تترك أمريكا أكبر دولة في حلف الناتو، تترك دولة لها وزن كبير جدا عسكريا واستراتيجيا، طبعا هي البوابة، بوابة أوروبا على الوطن العربي ومنطقة يعني مرتبطة أو مطلة على البحر الأسود المتشاطئ مع روسيا. هذه الدولة استراتيجية عندما تتركها أمريكا وتذهب إلى حزب إرهابي يعني بين قوسين شلة زعران، وتقوم بدعمهم بآليات لم تدعم بها، يعني ليست دعم لميليشيا لحزب أو غير ذلك، هي تدعم قسد كأنها تدعم دولة ذات سيادة وتعطيها الآليات الثقيلة طبعا. وكل هذا بين قوسين يعني بإعازة من إسرائيل، لأن ارتباط إسرائيل مع قسد والبيتكي هو ارتباط وثيق جدا، وهناك تنظيم تعاون بين ذلك. فلذلك عندما يعني نقول أو تتفضل بأن أمريكا طبعا هي من يعني تعطي أوامر لقسد بأن ترمي مثلا أو تسدد بنادقها أو صواريخها على المناطق التركية، طبعا هذا أكبر خطأ تركي عفوا أمريكي، أكبر خطأ أمريكي بأنها يعني تغض الطرف وتقرب قسد من جانبها، وهذا نقطة سوداء يعني تاريخ. دكتور عبد الله، كان قبل هذه الفترة كان الرد ربما ضعيف من قبل قسد، لكن مثل ما بيقولوا على عينك يا تاجر، حاليا الرد قاسي جدا، وهناك ضحايا قتلى من الجيش التركي ربما وأيضا من المدنيين. سأعود إليك دكتور عبد الله وأختم معك، يعني عقيد مصطفى، يعني قسد صرحت رسميا بأنها تلقت بلاغا من واشنطن يعني بمعارضة الأخيرة لعملية لأي عملية عسكرية باتجاه مناطق قسد أو شمال الشرق سوريا، كيف تفسر ذلك؟ نعم، ربما ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعارض قيام تركيا بعملية برية واسعة
وهذا ما تحدث عنه الدكتور عبد الله عندما قال يعني لم يصلوا إلى تفاهمات حقيقية حتى الآن. ما تقوم به تركيا هو عمليات استهداف، كما نقول في المفهوم العسكري هو ضربات جوية عبارة عن تمهيد جوي وصاروخي ومدفعي كتحضير لبدء عملية عسكرية برية. لكن هل ستتم هذه العملية العسكرية البرية؟ أنا أعتقد أنها لا يمكن أن تتم إلا بتوافق ما بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي. أريد أن أوضح أمرا مهما هنا، وهو أن الولايات المتحدة عندما تتضارب مصالحها ضمن حلف الناتو أو ضمن يعني المصالح الدولية، يمكن أن تتخلى عن قسد، تبيع قسد إلى تركيا أو لغير تركيا من أجل تحقيق مصالحها على الأرض. والولايات المتحدة لها يعني تاريخ في التخلي عن حلفائها، وما حصل في أفغانستان مؤخرا يعني صرفت عشرات مليارات الدولارات على تجهيز الجيش الأفغاني، وعندما قررت تسليم أفغانستان إلى حركة طالبان تخلت عن الجيش الأفغاني وحملوا جنودهم وغادروا الأراضي الأفغانية. أنا لا أستبعد أنه في وقت من الأوقات يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن قسد، حتى ولو كانت أبلغتها الآن عن إمكانية ضربات. ما الولايات المتحدة أبلغت رعاياها بأنها هذه المنطقة أصبحت خطرة ويمكن أن تقوم تركيا بتوجيه ضربات، وعلى الرعايا الأمريكيين أن يبتعدوا عن تلك المنطقة. وكذلك هذا جاء بتصريح رسمي أيضا. أختم معك دكتور عبد الله، يعني واشنطن هل تحاول جر أنقرة للفخ بفتح المجال لها للدخول إلى شرق سوريا ربما؟ يعني طبعا بالنسبة لموضوع الاختراق أو الدخول في المجال الجوي فقط دكتور عبد الله بعجالة، لأن أنا جاوزت الوقت إن سمحت بعجالة. يعني في الواقع ليس فخ، لا بالتأكيد. يعني بالنسبة لموضوع التوازن الحسابات، يعني تركيا دولة يعني تستطيع أن تتخلص من حزب العمال الكردستاني إذا كان هناك عملية واسعة تشترك فيها كل صنوف القوات، ليس فخا وإنما هو يعني هو عملا يعني هادفا يقوم إلى إلغاء هذا الكوريدور الذي طبعا هو الهاجس الكبير لتركيا وللجيش التركي. وطبعا يعني عندما يذهب هذا التنظيم طبعا ربما تكون هناك يعني أرضية واسعة أمنية وجيوبوليتيكية تعتمد عليها تركيا في الشمال السوري. وأمريكا تنظر في الواقع إلى قسد بأنها يعني عميلة أو بندقية مأجورة تتخلص منها. يعني أنا يعني أستطرد بالحديث وأقول بأن يعني قسد ليست يعني ذات يعني معنى حليف قوي أو استراتيجي، لا، هي عبارة عن عميلة تتخلص منها في أي لحظة. وليس الموضوع موضوع فخ، كما قلت أن القوات المسلحة يعني التركية طبعا بالتعاون مع الجيش الوطني خاضت ثلاث يعني عمليات ونجحت بها، ورأينا يعني اندحرت قسد أمام القوات التركية يعني بتقهقر سريع ولم تبدي أي مقاومة، وأنما هناك بعض العمليات التخريبية التي تقوم فيها بقص المدارس يعني بعض القرى لكي توقع يعني بين المدنيين قتلى، مجرد هي عبارة عن يعني إزعاج تركيا في موضوع المدنيين الذي طبعا هو موضوع لا يفعله إلا المجرمون والإرهابيون. نعم، طبعا في ختام حديثي أشكر ضيفي هنا في الاستديو المحلل العسكري العقيد مصطفى البكور، وعبر زوم كان معي من الأردن المحلل العسكري والسياسي العميد الدكتور عبد الله الأسعد مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية. أشكركما ضيفي، وكذلك أشكر متابعينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، على أن ألقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.